بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد نستكمل ما بدأناه في شابتر نمبر فور Work باور انرجي الشغل القدرة الطاقة هنا هناخد الوضع ده عندنا 3 situations 3 situations ثلاث مواضع يعني الطفل بيتزحلق على بهذه الطريقة هناخد الانرجي Consistently تشينج فورم آه صور التغيرات بتاعه الطاقة لو هذه الطاقة تغيرت بصفة فيها استمرارية احنا عندنا ثلاث مواضع الطفل ده بدأ بكتلته ام بتساوي 60 كيلو جرام وبدأ بسرعة 8 متر 8 متر بير سكند عايزين نوجد البوتنشال انرجي طاقة الوضع ال 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 الكينيتيك ال ال انرجي طاقة الحركة الميكانيكال انرجي الطاقة الميكانيكية الكلية يبقى ادي البوتنشال انرجي محتاجينها في هذا الموضع محتاجين ميكانيكال انرجي الطاقه الميكانيكال انرجي اسف الطاقه الحركه الميكانيكال انرجي الطاقه الميكانيكيه اللي هي مجموع البي والاي بي اي زائد كي طاقه الوضع وطاقه الحركه نفس الكلام بالنسبه لهذا الوضع الوضع رقم 2 عايزين برضو البي اي والكي اي والميكانيكال والفيلوسيتي والسرعه هنا عايزين برضو مطلوب زياده البوتنشال انرجي الكينيتيك انرجي الميكانيكال انرجي الفيلوسيتي وبعدين الارتفاع هنوجد الكلام ده كله كالاتي اولا energy consistently change forms am above am i above the ground هل انا فوق سطح الارض يعني هل انا موجود فوق الارض في الوضع الاولاني يعني. no. احنا لو جينا الوضع الاول الوضع الاول ما فيش انت خلاص الطفل ده ملامس لسطح الارض يبقى الجراوند مفيش فيش جراوند في جراوند لكن مفيش ارتفاع اسف ارتفاع بيساوي زيرو يبقى نو no. يبقى مع ذلك ان الاتش بيساوي كام؟ الاتش الهاي بيساوي زيرو ما دام الهاي بيساوي زيرو يبقى البوتنشال انرجي بيساوي زيرو جول لان اليو لو بي اللي هي البي نفس الوقت جي في الاتش تمام جي في الاتش التسارع في الارتفاع في الام ام جي اتش تمام ام جي اتش ما دام الاتش بزيرو يبقى خلاص يبقى البوتنشال انرجي البي او اليو بتساوي زيرو جول ام اي موفينج ام اي موفينج ام اي موفينج يس بتحرك ما دام مديني سرعه 8 متر كل ثانيه سكوير خلاص يبقى يس ال ب 8 متر بير سكند والام بيساوي 60 كيلو جرام طاقه الحركه في هذه الحاله بيساوي نص ام في تربيع هنعوض تعويض مباشر على طول بيساوي نص ام ام ب 60 60 كيلو جرامز في ايه طبعا هو ايه يعني ممكن يكون شاب مش طفل لان طبعا كتله كبيره شويه لما نعوض حنجد ان الكي بيساوي 1920 جول اهي ده البوزيشن الاولاني يبقى انا عندي الام تمام عندي الفي عندي ال بوتنشال انرجي زيرو جول عندي الكينيتيك انرجي 1920 جول يبقى الميكانيكال انرجي اللي عباره عن ال بلس كي البوتنشال انرجي او ضغط الوضع زائد ضغط الحركه هيجمعهم مع بعض زيرو زائد المقدار بتاع الكينيتيك انرجي هيدي لي 1 برضه 1920 جول ده الوضع الاول خلاص سهل جدا حسبناه بسرعه يعني البوزيشن الثاني هنا انا عندي انرجي بيفور وعندي انرجي انرجي افتر انا بستخدم الحاجه اللي انا اللي انا حسبتها في البوزيشن نمبر 1 الانرجي بيفور الطاقه في الحاله الحاله القبليه كضغط الحركه حسبناها كانت 1920 جول تمام معروف انه الانيجي طب افتر الانيجي افتر هنا له ارتفاع الولد وصل لمسافه 1 متر يعني يبقى له بوتنشال انرجي يبقى له يو زائد كي اليو برضو هي ام جي اتش ام جي اتش اليو اللي هي البوتنشال انرجي 60 اللي هي الام جي اللي هي 9.8 او 10 تقريبا ابروكسيمتلي مضروبه في مين؟ مضروبه في الارتفاع اللي هي 1 متر اهو 1 متر بلس بلس الكي نص ام في تربيع نص ام في تربيع اهي نص وبعدين ام في وفي تربيع اللي هو محتاجينها محتاجينها هنا الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي الطاقة الميكانيكية اللي حسبناها اللي هي 1928 لأن الطاقة الميكانيكية لا تتغير من مكان إلى آخر على الموضع الطاقة الميكانيكية في الموضع الأولاني هي قيمة تساوي نفس القيمة عند الموضع نمبر 2 تساوي نفس القيمة عند الموضع نمبر 3 بالتالي أنا بعد ما أحسب ده كله أحسب من الخطوة دي كده أسويها بكام؟ بسويها 1920 جول اللي هي الميكانيكال انرجي تمام ومعروف ان الميكانيكال انرجي از conserved مقدار ثابت هنعوض هنا في هذه الحاله ده عباره عن طاقه طاقه الوضع اللي هي 588 جول وادي الكلام ده كله ممكن نحسب السرعه من الكلام من المعادله دي بسهوله تطلع 6.66 متر بير سكند يبقى البوزيشن نمبر 2 الكتله 60 كيلو جرامز السرعه حسبتها 6.66 متر بير سكند البوتنشال انرجي حسبتها اهي 588 محسوبه اهي الكينيتيك انرجي طبعا الكينيتيك انرجي اهي تمام لان طبعا طرحت منها مين؟ طرحت ال 1920 اللي هي الميكانيكال انرجي طرحت منها البوتنشال انرجي تديني على طول الميكانيكال الكينيتيك انرجي اللي هي 1030 332 جول وبعدين الميكانيكال نفس المقدار اللي موجود في البوزيشن نمبر no. 1 هو نفسه بيساوي البوزيشن نمبر 2. البوزيشن نمبر no. 3 محتاج ارتفاع برضه هنا الاي الاي بي بيساوي الاي اي ام اي Am I moving at the top? No, ما فيش حركة. لما وصل عند القمة ما فيش حركة. يبقى سرعة بكام؟ تساوي سرعة بزيرو. في هذه الحالة معنى ذاك إن الكينيتيك إنرجي بيساوي برضو زيرو. تمام؟ الكينيتيك إنرجي بيساوي زيرو جول. هاي اهي لأن السرعة بيساوي كام؟ زيرو. يبقى عضو الكينيتيك إنرجي بيساوي زيرو جول. في هذه الحالة أنا ابتدي أع... using تمام ااا uh... ال using position number one. الكي نوت بيساوي البوتنشال إنرجي. يبقى طاقة الحركة بيساوي طاقة الوضع. 1920 ده عبارة عن الميكانيكال انرجي الام اي ها الام اي بيساوي 9920 ودي مقدار ثابت قلنا في البوزيشن 1 وبوزيشن 2 و 3 لها نفس القيمة هتساوي الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي الكينيتيك انرجي بزيرو لان طبعا السرعة بصفر يبقى ساعة طول ام جي اتش ادي الام هي 60 الجي ب 9 والادي الاش اللي هيحسبها تطلع بسير ب 3.27 اهي يبقى في هذه الحاله بوزيشن 3 ادي سكيستي ادي السرعه في لان طبعا ما فيش حركه نو no موفينج ادي البوتنشال انرجي 1920 جول لان هتساوي على طول ميكانيكال انرجي لان لان الكينيتيك انرجي بيساوي زيرو وبالتالي البوتنشال انرجي بيساوي الميكانيكال انرجي خلاص حسابات بسيطه واحنا طبعا تعويض مباشر هناخد حاجه جديده هي سبرينجز اللي هي اللي هي الزمبرك تمام هوكس لو قانون هوك ده قانون هوك قانون هوك عبارة عبارة علاقة بين من ومين علاقة بين القوة والإزاحة لأن القوة تتناسب مع الإزاحة شيء طبيعي لما يكون أنت عندك زنبورك وزنبورك ده معلق بهذا الشكل وحطيت كتلة واحد مثلا واحد جرام أو اثنين جرام أو عشرة جرام وزودتها عشرين جرام 20 جرام 30 جرامز جرام، وهكذا 40 جرامز وتعمل جدول الجدول ده بسيط جدا عباره عن علاقه ام والاستطاله والاكس تضرب الام في الجي يديك القوه فنجد ان في هناك علاقه بين القوه والازاحه علاقه بهذا الشكل ده عباره عن الاكس وده الاف طب ايه الاشاره السالبه الاشاره السالبه ده عباره عن اولا اشاره السالبة نشأ عن ان انك انت لما انت كتله على زنبورك والزنبور ده بيبقى الاستيك يعني جسم مرن في هذه الحاله بيحدث انك انت لما ترفع الكتله الزنبورك يرجع الى نفس وضعه بالتالي قوه المرونه هي اللي بتعيد الزنبورك الى وضعه الاصلي هذه القوه عكس الـ الـ الاتجاه الحادث في الاستطاله ده اشاره سالبه اشاره ايه وثابت تناسب وكيل وثابت الزنبورك يبقى الـ F Proportion تو Displacement فروم Equilibrium يبقى عباره عن تناسب من تناسب مع الازاحه من حاله الاتزان لان انا عندي ادي حاله مثلا اكس اي بيساوي زيرو دي البدايه حصلت استطاله في هذا الاتجاه تمام وبعدين ال, ال الاستطاله دي بدات منين؟ بدات من وضع الاتزان لفروم equilibrium طبعا البوتنشال energy of spring اللي هي طاقة الوضع بتاعه ال 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 الزنبورغ ده هنا بنجد انه مجموع التغير في طاقات الوضع تمام هتساوي نص ك اكس تمام في اكس يعني نص ك اكس تربيع ده عباره ب... ده البوتنشال انرجي بتساوي نص ك اكس تربيع ده البوتنشال انرجي تمام والبوتنشال معروف آه قوه في ازاحه تمام لما كملها ثاني اضربها اضربها في اكس ثاني لما كامل حيديني تكامل الاكس باكس تربيع على اتنين يبقى نص ك اكس تربيع على اتنين ومعروف انه طبعا دائما الشغل هو المساحه تحت منحنى هناخد مثال example uh, a half kilogram block rests on a horizontal fractional surface بلوك كتلة كده نص كتلتها نص كيلو جرام تمام دي موجودة عند uh, على سطح أفقي أملس يعني fractionalist يعني بدون ما مش فيش أي احتكاك as in figure كما هو موضح في الشكل it is expressed against a light spring having سبرينج كونستانت فازا هذا هذا البروك ضغط على سبرينج لايف سبرينج يعني ايه زنبور خفيف كده تمام له معامل ثبات اللي هو ثابت هوك اوكي okay. بيساوي 800 نيوتن بير متر تمام وذ ان انيشال كومبريشن اوف 2 سنتيمتر وحصل ضغط مقداره 2 سنتيمتر Do, to what high does the block تو يعني تو what تو هاي اتش اللي هي الارتفاع داز بلوك رايز وين موفينج اب ذا إنكلين البلوك ده هيرتفع لمستوى كامل ده هنا ادي البلوك كان في البدايه بتاعته ضغطنا عليه ارتفع الى هذا المستوى تمام اهو ادي اتش ارتفع عن سطح الارض مقدار اتش وعمل زاوية طبعا incline عامل زاوية مقدارها سيتا ومشى مسافة على الانكلاين مقدارها دي احنا هنا البي اي معروفه خدناها من في الشريحه السابقه ان البوتينشل اي جي بيساوي نص كي اكس تربيع البي اي اي بيساوي بيساوي ام جي اتش دا يبقى نص والكي بكام الكي ب 800 نيوتن اهي 800 نيوتن بين متر مضروبه في اكس اكس بكام الاكس دي ب 2 2 ايه بس 2 سنتي تمام هنا لما دام انا عندي ال... 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 الثابت بنيوتن لكل متر وعندي بلوك كتلته بنص كيلو جرام يبقى لازم احول من سنتي للمتر يبقى اضرب 2 في 10 اس سالب 2 لكل ايه؟ تربيع خلاص كده؟ ابتدي اعوض بقى يبقى دي هاف كيلو جرام مضروبه في 10 او تقريبا 9.8 اللي هي تسارع الجاذبيه الارضيه موجود مضروبه في الاتش اللي هو محتاجه تمام؟ هتساوي الكلام ده كله 2 مع الاثنين اللي هنا في هذه 2 وواحده اللي عندها تربيع يبقى 2 في 10 سالب 4 ايه؟ في كام في 800؟ 2 في 800 100. 1600 على مين؟ على 10,000 لان دي في 10 سالب 4 لما احطها من تحت يبقى كده 10,000 ده بيساوي 0.60 تمام ده كله ده عباره عن بيساوي طبعا و5 من 10 هاف مضروب في 10 يبقى 5 h وفي هذه الحالة يبقى ال H بيساوي 0.16 على 5 تمام ده يديني حاجة لو ده طبعا دي تطلع بالإتش هيطلع بالمتر لكن المتر بضرب 100 عشان يطلع بالسنتي تحول المتر إلى سنتي لما أعوض في الأخر خلاص يبقى ده 16 ديفيجن باي 5 اللي هي تقريبا 3 1 على 5 1 على 5 تقريبا 2 من 10 يبقى 3 و من 10 سنتي مسألة برضو بسيطة وسهلة جدا. جرافيكال كونكشن بين the F and BE. العلاقة بين الفورس القوة والبوتنشال انرجي تمام هنا العلاقة بين الاف والاكس ده قلنا العلاقة بتاعت الـ الـ العلاقة بتاعت هوك اكس اي -E هنا تبقى في حاسة استطالة من اكس اي -E لغاية اكس 2 تمام يبقى مقدار الاستطالة حاسة دلتا اكس تغير يبقى مقدار التغير في البوتنشال انرجي بي اي 2 ماينس بي اي 1 بيساوي ماينس اريا اندر كيرف المساحة تحت ايه تحت منحنى الباور الباور هي القدرة تمام وده اخر جزء معانا في الشفتر ده القدره وان يوسف of application of energy is 2 الحاجه برضو من التطبيقات المفيده للطاقه انه is to determine the rate of at which we store or use it الحاجه المفيده للطاقه ان احنا نحدد او نعين او نحسب معدل المعدل اللي عنده ممكن نحفظ او نستخدمه نحفظه او نستخدمها we call this applications power دي بنسمم هذا التطبيق بالقدره والقدره عباره عن ايه شغل على زمن شغل على مين على زمن يعني اف اكس على تي لان الشغل بيساوي قوه في في ازاحه أي قوه في ازاحه مضروبة على الزمن وازاحه او مسافه على زمن يديني مين يديني سرعه يبقى الباور بيساوي اف في في باور القدره بيساوي قوه في سرعه في فيلوسيتي القوه بيساوي ام جي اتش على تي لان طبعا ده طاقه وضع وطاقه الوضع هي نفسها الشغل قوه في مسافه يبقى ام جي اتش على تي تمام برضه بيساوي نص ام في تربيع على تي لان برضه الورك هو طاقه وضع او طاقه حركه يبقى الباور عباره ام جي اتش على تي او نص ام في تربيع على تي as we use this new application we have to keep in mind all the different kinds of substitutions we can make اليونت بتاعه الباور هي الوات او بيسموها الهورس باور هورس ايه باور الباور از ريت اوف انرجي ترانسفير الباور هي معدل تحول الطاقة يعني وورك على زمن وورك أو طاقة على زمن الإس آر يونتس أر وات الإس آر يونتس يعني النظام المتري أو النظام العالمي الوحدات للباور هو عبارة عن الواتس والواحد وات بيساوي 1 جول بير سكند أو 1 كيلو جرام متر بير سكند سكوير لأن الجول قلنا بيساوي هو طاقة يعني ممكن نقول عليها كيلو نص ام في تربيع يعني والام وحدتها الكيلوجرام والفي تربيع متر لكل ثانيه تربيع تمام متر لكل ثانيه ايه تربيع لما اقسم على ثانيه تربيع يبقى متر لكل ثانيه تكعيب يبقى 1 كيلوجرام جرام متر لكل ثانيه ايه تربيع مضروبه في مين بعد كده مضروبه في ال 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 البتاع ده مضروبه في المسافه لان الباور بيساوي شغل والشغل قوه في مسافه قوه في مين في مسافه اليو اس customary units are horse horse power وال1 horse power بيساوي 550 feet power per second يعني 746 watt ده ال1 horsepower 1 horse power 746 watt هناخد مثال an elevator of mass 550 kg uh, مصعد وزنه 550 كيلو جرام and counter weight of 70 700 كيلو جرام left رفع 23 درونكن اه 80 كيلو جرام ستودنت طبعا ربنا يعافينا ويعافيكم هو بيرفع اه تلاميذ يعني في حاله سكر للاسف الشديد طبعا ده مثال متاخد اه من كتب اجنبيه to the seventh flower الى الدور السابع of a دورمنتري دورمنتري اللي هو عنبر النوم تمام وعند 30 30 meters of the ground مرتفع عن سطح الارض تقريبا 30 متر in 9 in 12 seconds What is the power required in both what and horse؟ ما دام لك what و horse احنا كفكرة سريعة احنا خدنا القدرة اللي هي الباور بيساوي بيساوي الشغل على مين؟ على الزمن والشغل بيساوي القوة في الإزاحة على الزمن، قوة في الإزاحة على الزمن والقوة بتساوي إيه؟ بتساوي وزن الجسم وزن الجسم في الإزاحة بقى على الزمن والوزن بيساوي الكتلة في التسارع والوزن يساوي إيه؟ كتلة في التسارع في مين؟ في الازاح على الزمن. الازاح هنا بتكون الارتفاع لان لان الحركه بخط مستقيم الى اعلى. لما نعوض عن نعوض عن الكتله ونعوض عن التسارع تسارع الجاذبيه طبعا اللي هو 9.8 متر بير سكند او 10 تقريبا في الازاحه الارتفاعها اللي هي تقريبا 30 متر هنقسمها على الزمن 12 سكند تدي في الاخر خالص 41 41 مضروبة في 10 to the power of plus 3 watt يعني 41 كيلو وات ده لك طبعا احنا خدنا ان ان الواحد وات بيساوي هنا اهو ال1 الواحد حصان بيساوي 646 وات يبقى هنقسم على 646 نقسم نقسم الكلام ده كله على معلش 746 746 هيديني 55 هورس باور طبعا هنا امبورتنت uh, فورمولاز لازم ناخدها في الاعتبار اند نيوتنز الكوانتيتي الفورس عباره عن ماس تايمز اكسلريشن والوحده بتاعتها نيوتنز الورك عباره عن فورس اند في ديستانس والوحده بتاعتها بالجولز الانرجي باور في تايم وحدتها الجولز الباور عباره عن ورك على تايم وحدتها الواتس